انظر ماذا تفعل هذه البعوضة الغريبة، إنها تقتل الملايين حول العالم، إنها القاتل الأول على مستوى العالم. اليوم سنتأمل هذا المخلوق الغريب حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انظر معي أخي الحبيب إلى هذا التصميم المحكم الدقيق الذي حير العلماء حتى الآن، حتى هذه اللحظة التي أنا أتكلم فيها العلماء يجهلون معظم أسرار هذا الكائن. كيف تم تركيبه بهذه الصورة المدهشة؟ كيف يحمل هذه الطفيليات التي تسمى الملاريا، كيف يستطيع أن يخزنها وتعيش في دمه ويتفاعل معها؟ ثم تقوم هذه البعوضة بحقن هذا الطفيلي لضحاياها. انظر معي أخي الحبيب، هذه البعوضة، سبحان المبدع، انظر إلى الرأس، معظمه أعين، هذه أعين البعوضة، العين يمنى ويسرى وفيها مئات الأعين المركبة، وهذه هي، هذا هو السلاح الذي تستخدمه لتدمير أعدائها، بل كل من لديه دم هو عدو لها. هي تستهدف الإنسان، تستهدف الكائنات الحية، وتستهدف أي نوع من المخلوقات فيه دم، تتغذى على الدم. انظر معي أخي الحبيب، هذه هنا، هذا الخرطوم الدقيق جدا الذي تقريبا يصعب رؤيته بالعين المجردة، هذا مكبر هنا عشرات مرات، فيه عدد من المشارط والسكاكين التي تستطيع من خلالها أن تشرط أو تحدث جرحا في الجلد، هذا هو سطح الجلد، ثم تنزل هذا الخرطوم، انظر فيه مضخة شفاط يشفط، هي تشفط الدم وبنفس الوقت تضع هذه، انظر معي، هذه كريات الدم هنا الحمراء، هذه أوعية دموية هنا، وهذه كريات الدم الموجودة تحت الجلد. عندما تخترق هذه البعوضة بهذا الخرطوم أو هذه الأداة الحادة تخترق الجلد، ونحن لا نشعر لأنها تبخ مادة مخدرة قبل أن تخترق، فتنزل إلى داخل الوعاء الدموي هنا لتأخذ هذا الدم وتتغذى عليه. ولكن انظر معي هنا أخي الحبيب، هذه البكتيريا بلون أخضر هنا، واضحة، تصور، هذه تضخ كميات هائلة، ملايين منها تضخها أين؟ في جسم الضحية، وتنتقل مع التيار الدم إلى أعضاء الجسم، القلب والدماغ وغير ذلك. انظر معي، تنتقل هذه البكتيريا أو هذه الطفيليات عفوا، تنتقل إلى الجسم، وبالتالي تختلط مع الدم وتبدأ بتدمير جهاز المناعة، تدمر الجهاز التنفسي، تدمر الكبد، تدمر أعضاء الجسد حتى تقضي على الإنسان. وبالتالي هذه البعوضة التي نحن نراها كائن ضعيف، كائن لا يكاد يرى بالعين، كائد كان يستحقره العرب، يعني بعوضة لا شيء، يعني يعتبرونه مخلوقا تافها لا قيمة له. انظر معي هذا المخلوق، انظر هنا دقة الأرجل، هنا ستة أرجل بمفاصل قوية جدا، وقطر أو سمك كل رجل مدروس بعناية لكي لا يعيق عملها، لأنها لو كانت هذه الأرجل أكبر قليلا ستعيق عملها وتصبح أكثر وزنا، وبالتالي لا تستطيع الطيران. إذا كانت أرفع قليلا لن تتحمل وزن البعوضة الكبير الذي ستمتلئ بالدم ثم تطير، وبالتالي تتكسر هذه الأرجل. فهذه الأرجل مصممة بالأبعاد المناسبة، الأعين أيضا، مئات الأعين المركبة لتعطيها صورة بانورامية هكذا.
وترى بالتصوير البطيء. ثم هنا أيها الأحبة قرني استشعار لتستشعر الخطر القادم من الخارج. يعني هي تقوم بعملها وتمص الدم وتحقن هذه الطفيليات الملاريا، وبنفس الوقت حساسة للمؤثرات الخارجية. هذين جهازين للاستشعار للتنبيه، أي خطر تقفز وتهرب. سبحان الله، يعني انظر، والجناحان مستعدان دائما لعملية الإقلاع، تقلع خلال جزء صغير من الثانية. انظر عندما تغرس هذا الشفاط، تشفط الدم وتضع ماذا؟ هذه الكائنات المدمرة التي تغزو جسم المريض فتفقده السيطرة على جسده، ترفع درجة الحرارة، تدمر، تبدأ بأجهزة الجسد جهازا جهازا تدمر وتفتك بها. هنا أيها الأحبة أنا لابد أن أتأمل، يعني سبحان الله، يعني هذه المخلوقات، البكتيريا أو خلايا الدم الحمراء أو الطفيليات، هذه الكائنات الدقيقة جدا أيضا، كيف صممها الله سبحانه وتعالى؟ كيف يستخدمها؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. كيف صمم هذه البعوضة؟ يعني انظر معي أخي الحبيب هنا إلى تصميم هذه البعوضة، يعني سبحان الله، حتى عندما تهبط هبوطها أفضل من هبوط الطائرات وأسهل بكثير. انظر معي إلى 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 هذا التصميم، تصميم فعلا إعجازي. طول الأقدام ضروري جدا أن تكون طويلة لسهولة الهبوط وسهولة الإقلاع، وتعطيها قدرة في المناورة وتعطيها ديناميكية أثناء الطيران وأثناء الإقلاع والهبوط. يعني هذه أمور اليوم أيها الأحبة، هذه البعوضة اليوم تدرس في جامعات عالمية من قبل أساتذة متخصصون بهندسة الطيران، يدرسون هذا التصميم الإعجازي المبهر. لذلك يمكن أن أقول لك أخي الحبيب إن البعوضة تعتبر من الكائنات التي لا زالت تبهر وتحير العلماء حتى هذه اللحظة، وتستحق بجدارة أن تذكر في أي كتاب علمي. لذلك هنا القرآن لم يغفل ولم ينسى، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى، لم ينسى هذا المخلوق أن يذكره ويضعه لنا في كتابه العظيم لنتدبر ونتفكر ونعقل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طبعا هنا فما فوقها في الصغر أو في الكبر، معاني متعددة. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. المؤمن أخي الحبيب والله لا يحتاج لهذه الدراسات العلمية، هو مؤمن بفطرته، مؤمن بقلبه، مؤمن بعقيدته، بروحه، هو مؤمن. كل ما ذكر في القرآن هو حق وفيه إعجاز. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يستهزئ، كما نرى اليوم الملحدين يستهزئون بالقرآن، بالسنة، بأي شيء ذكر في القرآن يستهزئون به. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هنا الله تعالى ماذا يقول؟ يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أنا شخصيا يزداد إيماني ملايين المرات، أضعاف مضاعفة، عندما أرى هذه الدقة وهذا الإعجاز. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الآيات وسيلة لكي نزداد
إيمانا بهذا الخالق العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.